جو، لقد كنا أصدقاء منذ أكثر من 40 عاماً. ليس هناك أي تغيير في التزامي بأمن إسرائيل. الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ولن نفشل أبداً في دعمها. الموضوع قد أخذ وقتاً أكثر مما كنت أتأمل. إذا اضطرت إسرائيل إلى الوقوف بمفردها فسنقف وحدنا. لا أعتقد أن هذا ينجح. أقدر بعمق دعم الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب، لكن لا يعقل أنه خلال الشهور القليلة الماضية أن تمنع الإدارة الأمريكية الأسلحة والذخيرة عن إسرائيل. الوزير بلينكين أكد لي أن الإدارة تعمل ليلاً ونهاراً على إزالة تلك العراقيل. أتمنى حقاً أن تكون هذه هي الحالة، يجب أن تكون كذلك. فخلال الحرب العالمية الثانية قال تشرشل للولايات المتحدة: منحونا الأدوات وسنقوم بالمهمة. وأقول: امنحونا الأدوات وسننهي المهمة أسرع بكثير. Give us the tools and we'll finish the job a lot faster. Of the United States and Mr. Emhoff. ما إن قال نتنياهو ذلك حتى جاء الرد السريع من واشنطن بإلغاء اجتماع رفيع المستوى، ويبدو أن تل أبيب تريد علاقات بلا سقف، فإما الدعم الكامل غير المشروط أو تدهور العلاقات. توتر جديد يخيم في الأفق، ففي السراء والضراء هي رقصة سياسية تتناغم تارة وتتخبط تارة أخرى. دعم بلا شروط يقابله موقف رفض خجول. 40 عاماً من الصداقة وعلاقة دبلوماسية شخصية على شفير الهاوية. جو بايدن وبنيامين نتنياهو، قصة حب سياسي لا تنتهي. في كل مناسبة وحدث يتعمد الرئيسان الإجهار بصداقتهما وشراكتهما غير المشروطة. جو، لقد كنا أصدقاء منذ أكثر من 40 عاماً، وصداقتنا تقطع شوطاً طويلاً ويمكن أن تأخذنا بعيداً. ليس هناك أي تغيير في التزامي بأمن إسرائيل، نقطة. لا يوجد تحول على الإطلاق. وعود بالتحالف الأبدي صورة مثالية بدأت بالتفكك حين وصل الأمر للشأن الداخلي لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. السابع من أكتوبر كان نقطة مفصلية في صفحة الغرام هذه. الحرب التي شهدها قطاع غزة والتي تعتبر الأشرس منذ بدء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كشفت النقاب عن صدوع كبيرة في جسر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. بداية الحرب قربت كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل تضامن وتنديد واستنكار ودعم غير مشروط. اليوم يتعرض شعب إسرائيل للهجوم الذي تنظمه منظمة إرهابية حماس، وفي لحظة المأساة هذه أود أن أقول لهم وللعالم وللإرهابيين في كل مكان أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ولن نفشل أبداً في دعمهم. لم يقف بايدن عند الدعم الدبلوماسي في خطابه السياسي فحسب، بل امتد ليشمل مساعدات بالإمدادات والعتاد العسكري. نحن نعمل على زيادة المساعدات العسكرية الإضافية لقوات الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك الذخيرة والصواريخ الاعتراضية لتجديد القبة الحديدية. وقمنا بنقل أسطول الحاملات الأمريكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، ونرسل المزيد من الطائرات المقاتلة إلى هناك
في تلك المنطقة، وأوضحنا للإيرانيين كونوا حذرين. التصعيد العسكري من الجانب الإسرائيلي في القطاع بعد شهر بدء الحرب أشعل فتيل التوتر في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. ففي 9 نوفمبر الماضي طلب بايدن من نتنياهو بتوقيف القصف لفترة قصيرة، إلا أن الأخير لم يأبه للنصيحة، ما وضع بايدن بموقف محرج. ما هي فرص وقف إطلاق النار في غزة؟ لا يوجد، ليس هناك إمكانية لذلك. هل أنت مستاء من رئيس الوزراء الإسرائيلي لأنه لم يستمع لمعظم ما طلبت منه فعله؟ الموضوع قد أخذ وقتاً أكثر مما كنت أتأمل. تعنت إسرائيل باستمرار العملية العسكرية في قطاع غزة غيرت لهجة الخطاب الأمريكي، صفعة على اليد، موقف رافض خجول. هكذا كان رد الرئيس الأمريكي جو بايدن. لقد أوضحت للإسرائيليين أنني أعتقد أنه من الخطأ الكبير أنهم سيحتلون غزة ويحافظون عليها، لا أعتقد أن هذا ينجح. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية تفاقمت وتيرة الانتقادات في الداخل الأمريكي تجاه تساهل بايدن مع سياسة صديقه بيبي، وخلف الأبواب المغلقة في عاصمة القرار إشاعات فتور العلاقة بين الطرفين باتت مادة دسمة للصحافة، وصل بها الحد لاستراق السمع على الرئيس نفسه. ماذا بعد الخطاب؟ هل تسرقون السمع على الأشياء يا رفاق؟ هل يظهر ذلك مستوى إحباطك من نتنياهو بشأن المساعدات الإنسانية؟ هل يجب عليه أن يبذل المزيد من الجهد؟ نعم، يجب عليه فعل ذلك. رفح 64 كيلومتر مربع كان كفيلاً بأن تطوى صفحة الغرام بين جو بايدن ونتنياهو. تلويح تل أبيب بالتوغل البري في رفح جوبها برفض البيت الأبيض والدعوة لإعادة التفكير في الاستراتيجية حول المدينة الحدودية في القطاع. نتنياهو لا يقبل الرفض، الصداقة في كفة والمصالح السياسية في كفة أخرى. لدينا جدار كبير مع الأمريكيين بشأن ضرورة دخول رفح، ليس فيما يتعلق بضرورة القضاء على حماس، بل ضرورة دخول رفح. لنرى طريقة للقضاء على حماس عسكرياً دون تدمير تلك الكتائب المتبقية، ونحن مصممون على فعل ذلك. إلا أن الرد الأمريكي واضح بشأن التوغل البري في رفح، تهديد بتغيير السياسة تجاه صديق العمر بات واضحاً وضوح الشمس. فيما يتعلق بسياساتنا في غزة، سأقول هذا فقط: إذا لم نرى التغييرات التي نحتاج إلى رؤيتها، فستكون هناك تغييرات في سياساتنا. طفح الكيل. فللمرة الأولى منذ بدء الحرب في غزة كشف بايدن أنه سيمتنع عن تزويد تل أبيب بالقذائف المدفعية والقنابل في حال استمرت الأخيرة باستراتيجيتها وخطتها بشأن رفح. إدارته أكدت سابقاً تعليق شحنة تتضمن آلاف القنابل الثقيلة لسلاح الجو. As we have assessed the situation,
مرة أخرى أثناء قيامنا بتقييم الوضع أوقفنا شحنة واحدة من الذخائر ذات الحمولة العالية لإسرائيل. أعتقد أننا كنا واضحين للغاية بشأن الخطوات التي نود أن تأخذها إسرائيل في الاعتبار وتعتني بهؤلاء المدنيين قبل وقوع قتال كبير. لا التودد ولا العناق ولا حتى الكلمات الصارمة أتت بنتيجة. نتنياهو عزم التوغل البري لا محالة. تهديد واشنطن بحجب الأسلحة أطاح بقصة الحب هذه إلى شفير الهاوية. إذا اضطرت إسرائيل إلى الوقوف بمفردها فسنقف وحدنا، لكننا نعلم أيضاً أننا لسنا وحدنا، لأن لدينا الكثير من الأشخاص المحترمين في كل مكان، من الذين يدعموننا والذين يفهمون الحقيقة، وسوف نهزم أعداءنا وسنفعل ذلك لتأمين مستقبلنا. اللهجة تغيرت وصداقة ضربت عرض الحائط 40 عاماً من الود لم يجد مكاناً وسط المصالح السياسية المختلفة. إلا أن الحكاية لن تنتهي. تغرب الشمس اليوم عن فصل آخر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، إلا أن إرث العلاقة بين بايدن ونتنياهو سيجد حيزاً في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط وما بعده.